مع نهاية أسبوع أكيد بدي حييكم أصدقائي المشاهدين وكلكم بانتظار الويكند، ولكن اليوم الحل عنا كمان مثل كل يوم نتلقى اتصالاتكم ونرد على كتار اتصلوا فينا، بيكون عنا مداخلة عنا معلومة بنبلش فيها مثل العادة وصورة اليوم. خلينا نشوف شو عنا بالمعلومة. بمعلومتنا لليوم، زار وزير الشؤون الاجتماعية ريشار كويوميديان وزير المال علي حسن خليل بمكتبه وعرض معه المستحقات المالية المترتبة لمصلحة المؤسسات والجمعيات المتعاقدة مع الوزارة والدور يلي بتلعبه عبر الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقين والأطفال والنساء المعنفات والمدمنين وكل الشرائح الضعيفة في المجتمع. وأبلغوا أنه هالمؤسسات والجمعيات يلي بترزح تحت الأعباء المالية عم بتدق اليوم ناقوس الخطر، وأي تراجع في دورة بشكل خطر على الأمن الاجتماعي في لبنان. وأشار المكتب الإعلامي للوزير كويوميديان أنه وزير المال علي حسن خليل أكد حرصه على هالمؤسسات والجمعيات وعملها الإنساني المتميز. وأبلغ الوزير كويوميديان أنه رغم الظروف الصعبة يلي عم بتمر فيها البلاد رح يتم دفع الفصل الثاني من العام 2018، سيبدأ تدريجياً وخلال أيام، وصار في اتفاق على أنه الأولوية بالدفع بتكون للمعنيين بالمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة. طبعاً نحن كتار منهم اتصلوا فينا وسألونا وأي متى منقبض. تصوروا من 2018 يعني السنة مرت رح تخلص السنة هاي، طيب كيف يعني؟ هل هالشي يجوز؟ موازنة الدولة شغلة كتير أساسية، ما في أمور نأجلها، خصوصاً مع ناس معترف إنهم يعني بحاجة أكثر من غيرهم. فبتمنى تنتظم موازنة الدولة، وبالنتيجة هالهدر اللي عم ينحكى عنه كتير أقله لما بتنتظم بيصير كل شي بوقته، ولما بتنتظم الأمور تلقائياً كل إنسان بياخد حق. متابعة. بمتابعتنا لليوم نحن على اتصال مباشر برئيس دائرة تسجيل السيارات في هيئة السير والآليات وليد درويش، يعطيك العافية. الله يعافيك، يسعد اوقاتك واوقات مشاهدي الام تي في. شكرا لك. طبعا معك في بعض الاسئله وارده على البرنامج حبينا نطرحها، بلكي بناخذ اجوبه صريحه عليها لو تسمح. اولا بالنسبه للوحات الجديده، هل في الزاميه انه تنعمل؟ لانه بعد في ناس ما غيرت لوحاتها، بعد في ناس ما حطت الفينيات، وانتم عم بتطلبوا بهيئة السير تكون الفينيات محطوطة على ازاز السيارة لانه ضرورية، لانه في كمان حواجز عم بتوقف السيارات. نعم، بالنسبة للوحات رح تاخذ بعين الاعتبار الادارة اذا كان موعدة الناس تغير او تبدل لوحاتها بالوقت المناسب او بترمى تسجيل رسوم السير السنوية، رح تاخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع ورح تترك مجال اكثر لحتى يستبدوا لوحاتهم. ومن الضروري عن تسديد رسوم السير السنويه انه يحصل على الايفينيات ويوضعها بمكان ظاهر على الزجاج الامامي للسياره. بالنسبه للايفينيات يعني كمان في اتصالات بتقول ليه عم ياخذوها ب 20,000 ليره، ومريت لما بيقدموا بالمراكز اللي معتمده بيقولوا لهم يعني ما بيعطونيها بنهار ذاته، يعني مثل كانه بدهم يوصوا عليها او شيء، يعني ليه هالطريقه؟ بينما يلي بيروح بيسدد بهيئه السير بياخذها تلقائيا بدون مصاري. نعم، اللي بيسدد رسوم السير السنوية بفروع مصلحة تسجيل السيارات حكما عن تسديد الإيصال بيتوجه على للحصول على الإيفينيات وبيخدها هذه مجانا. أما إذا كان عم يدفع هو بمركز خدماتي، يعني مركز الخدمة اللي هو إذا بدك في عنده عقد مع الدولة اللبنانية بتأمين هذه الخدمات للناس، لقاء هذه الخدمات الشركة عم تحط بدل
عم يوصل لل 20,000 ليرة لبنانية، هل يجوز؟ أو هون هيئة السير ما 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 إلها يعني ما بتتعاطى بهذا الموضوع؟ نحن هون كهيئة إدارة السير ما إلنا عليها بهذا الموضوع أبدا، ولكن هيدي شركة مشغلة وعاملة اتفاقية مع الدولة اللبنانية، وعلى هالأساس هيدا بتاخد لقاء الخدمات بتقوم فيها للمواطنين، بتاخد هي أتعاب، هيدا شيء منفصل لا علاقة لهيئة إدارة السير فيه أبدا. وبالنسبة لموضوع عدم إعطائهم الإيفينيات مباشرة، أكيد اللي من هو بده يسدد هذه الرسوم الشركة بعدين بدها تتوجع هيئة إدارة السير لتستحصل على هالإيفينيات للعدد اللي تم تسديده عندها، وبترجع بتسلمهم إياها على هالأساس. من هيك التأخير يوم أو يومين؟ نعم. شغلة ثالثة كمان بموضوع الرخص الزراعية، هل من جديد؟ لأنه اليوم في عناء كمان، وهل كمان مطلوب كتير من الشروط إذا بدي أو المستندات، وبعدها يعني الكل بيفكروا عند هيئة السير، بينما وزارة الزراعة لها يمكن الدور الأول. لا نعم، بالنسبة للأشخاص اللي عندهم أراضي سنة تمليك أرض زراعية، أو كان أو إذا عنده عقد أجار. نعم، إذا عنده عقد أجار. نعم. هودي بدهم يتقدموا بمستندات مطلوبة بوزارة الزراعة، على أساسها بيستحصل على الكشف من قبل المصلحة الإقليمية بالوزارة المعنية اللي هي وزارة الزراعة، وثم بيتوجهوا لمصلحة تسجيل السيارات للحصول على الترخيص المطلوب. على هالأساس هيدا. هلا بالنسبة للوضع الحالي، في مذكرة صدرت عن معالي وزير الزراعة بيطلب من رئيس مصلحة الزراعة في جبل لبنان الاتصال، تم تكليفه إذا بدك، للتباحث مع هيئة إدارة السير وضع آلية لتسهيل أمور الناس وتبسيط المعاملات عند إنجازها. وهيدي طبيعة الحال في مداولات عم بتتم بيننا وبين وزارة الزراعة ورئيس المصلحة المعني لنوصل لآلية إن شاء الله بتكون بتخدم المصلحة العامة وبتساعد المواطنين لإنجاز معاملات. لأنه في ناس مستثمرة أراضي بس ما عم يعطوها رخص صراحة، يعني كتار تصلوا فينا هن مستثمرين الأرض وبحاجة يكون عندهم آلية، يعني طبعا لنقل الخضار فواكه وغيره، بس في صعوبة رح يعني بهالمذكرة أو بهذا القرار ممكن تتسهل المعاملات؟ نعم، اخذين بعين الاعتبار كل الحالات اللي عم إذا بدك اللي عم بتصير أو اللي عم تتسجل بوزارة الزراعة واللي عم بتجي لعنا، وكمان نحن عم نلمسها، أخذنا بعين الاعتبار هذا الموضوع، ولذلك كان في حرص من قبل الإدارة عنا نحن لحتى يصير في هذا الاجتماع التنسيقي لنوضع آلية، وهذه الآلية بتصور أنا بتخدم جميع المواطنين بهالخصوص هذا تحديدا. بالنسبة للوحات العمومية، يعني كل جمعة بينوعدوا أنه هالأسبوع، أي متى رح يبلشوا باللوحات العمومية يحصلوا عليها؟ يعني على اللوحات يعني الجديدة. نعم، كان في موضوع تقني بموضوع اللوحات العمومية، وهلأ هذا الموضوع التقني بتصور أنا تزلل، وبالمبدا يعني مفروض من هلا لفتره وجيزه بين اسبوع 10 ايام الله راد بتباشر الاداره بتركيب اللوحات العموميه. عندي سؤال اخير بالنسبه للانقاض، يعني الاتصالات عم تردنا انه الناس بتكون حاطه سيارتها انقاض، هالرقم عم ينعطى لناس تانيين، بس الناس اللي حاطه انقاض بعدها عم تستعمل الرقم، بيصير في زبوطة سير عم يتلاحقوا الناس اللي هلا حاليا صارت باسمهم السياره، طب هيك كيف بتنحل؟ في ناس تقدمت للنيابه العامه بس ما وصلت لحل، هل بهيئه السير في حلول لهذا الموضوع؟ شو بنقول لهم؟ بالنسبه للسيارات الانقاض واللي عم ترجع تتخصص ارقامها، نعم عم ترجع تتخصص ارقامها، هيدي السيارات تحديدا او هاي الارقام عم بيتم وضعها لسيارات جديده، لما بتبين حالي انه في سياره عليها محضر مخالفه حاصل معهم بالماضي، عم بساعتها مباشره بيتوجهوا لمصلحه تسجيل السيارات وبياخذ على هالاساس هيدا استماره، والاستماره هيدي بتثبت انه هالضبط هيدا انعمل،
لسيارة تانية وبيقدموا بمحكمة السير، وعلى أساسها بيتم إعفائه من المحضر وبيلاحقوا الشخص المعني. بس هيدي لازم يأخذها من الإدارة المركزية، يعني من الدكوانة أو بالمناطق بتنعطى؟ لا، في يستحصل عليها الاستمارة، ما في مشكلة وين ما كان لأي طرق أو اسم تابع لمصلحة تسجيل السيارات الآلية. في شيء جديد على صعيد ضبوطة السير يلي بتكون عندكم؟ يعني في ناس ما بتبقى مبلغة، مؤخر عم يجي من سنوات قديمة، من سنتين وثلاثة، هل في حال تنربط اليوم مع هيئة السير؟ نحن بصدد دائما متابعة هذا الموضوع مع الجهات المعنية بقوى الأمن الداخلي، وبتصور أنا بالمبدأ هني حريصين كقوى أمن داخلي لأنه يصير في ربط لحتى يصير يظهر مباشرة هذا المحضر. بطبيعة الحال هذه الأمور يمكن تاخذ شوية وقت، ولكن بالمحصلة ممكن نوصل لمكان كمان منوفر على الناس، إذا بدك هذا منوفر عليهم العناء بهذا الموضوع أو المراجعة أو الحصول على استمارة لتبيان إذا كان هذا الرقم مسجل بعود لإلهم أو كان مسجل أساسا على سيارة أخرى وتم تخصيصه بالإدارة مجددا. أو كمان ما بيكونوا تبلغوا عن الضبط أنه في ضبط قديم، هلا من بعد قانون السير إذا فتحوا على صفحة القوى الأمن بيقدروا يعرف، بس ما قبل قانون السير هون المشكلة، لأنه في ناس ما كانت مبلغة وعم يوصل لليوم انه عليها غرامات، حتى عم تتوقف. زميل لنا توقف من يومين، من عدة ايام، عمر الراسي، لانه عليه ضابط منه عارف فيه، راح على المخفر حتى دفعه، وقصة طويلة عريضة. يعني هيدا اللي عم بحكي عنها، هل في تذليل لها؟ هل في حلول سريعة او هي مش عندكم بهاية السير؟ هيدا الموضوع حقيقة متابعته او الاطلاع حوله والسؤال عنه بيعود لعهدة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وليس لهيئة إدارة السير على أفيه. نعم، أنا بشكرك أستاذ وليد درويش، ومن تابع الحل عنا عبر الام تي في. اتصالاتكم على 04-444-444 بياخد أول اتصال لليوم. ألو. ألو، بونجور. بونجور مدام ريبيكا، معك جورج مكرزل من الحزمية. ايه، أهلا وسهلا. بدي أعزبك، مش عندي شكوى، عندي مطالبة من شركة الكهرباء. نعم. عم يمروا إجابة لعنا مرتين بالشهر. نعم. يعني اتصلنا نحن على شركة الكهرباء، قالوا لنا اتفقوا انتوا والجابة، بيطول باله عليكم لآخر الشهر. أنا قلت لهم إنه الموظف يقبض مرة واحدة بالشهر، مش مرتين بنقبض. نعم. يعني اليوم عم بيمر الجابة قطع أول الشهر وسلموا له فواتير ب15 الشهر. نعم. ما عاد له عين، هو قطع لعنا نطر شوي صغيرة، ضغطوا عليه من الشركة لا ترجع بتقطع تاخد الفاتورة، وكل فاتورة عن شهرين عم تجي. نعم. ما بعرف لمين بقى نوصل صوتنا بهذا الموضوع. لأنه أنتوا بالحزمية في شركة مقدمي الخدمات، يعني هن يلي عم يتولوا الجباية، يعني هن بياخدوا الوصولات أكيد من كهرباء، بس الجباية عليهم هن. يبعتقد شركة الكافي بالحزمية، بس مش أكيد، بدي أتأكد منها. بلكي هيك شركة مقدمي الخدمات هن اللي بيقدروا يبرمجوا إذا بدك على أوائل كل شهر، مش على يعني أو آخره أو أولتك أنت الناس قبضت. معك حق، بس عندي سؤال، هل هي منتظمة صارت يا ما بعدكم عم تدفعوا قديم؟ بطل معي على الخط، فاصل ومنتابع. منتابع الحال عنا عبر الام تي في في اتصال. الو، مدام ريبيكا. تفضلي. بونجور مدام ريبيكا. بونجور مدام ريبيكا، عم بحكيكي من الربوي. اي اهلين. انا بوجه الاوتوستراد الخط السريع. نعم. ضووا من نهار الاربعاء، كل النهار مضوى مدام ريبيكا، مليون لمبه، ونحن عم نحترم من الكهرباء. وكنت هذيك اليوم حضرتك عم بتقولي ليش عم بيربحونا جميله، يا حوق بالي انا قبال بيتي عم بحكيكي وهو قبالي بالليل، اوكي مهم، بالنهار يا حوم ضوى مشعشع، صار له من نهار الاربعاء، كان صار له شهور طويله ما عم بيضوي. بلكي عم بيعوضوا لنا، بلكي عم بيعوضوا لنا عن سنين الطويله اللي ما كان عندنا. هيدا هدر، بيعودولنا هو عم بيضوي عنا بالبيت ونحن مقطوعة. مضوى كله مدام ريبيكا، مليون لمبة بالنهار مدام ريبيكا. مدام هيدا هدر طاقة،
وكان بيقدر ينعمل مدام سيستام انعمل جديد، مفروض ينعمل يا سنسور يا شيء يعني على النهار لأوقات محددة، مفروض لأنه هيدا معمول جديد، مش أنه سيستام قديم لنقول بيضوي نهار، لأنه في سيستام معين لليل وللنهار أقله يعني يكون هذا السيستام الجديد عليه. معك حق يعني هيدا هدر طاقة، وبالتالي نحن اليوم كلنا عارفين شو قضية الفيول، قضية اليوم المعامل، قضية التأنين القاسي ببعض المناطق. عندك حق، إن شاء الله القيمين على موضوع المتن السريع ينتبهوا، نحن بدنا إياه بالليل ما بدنا الكهرباء بالنهار. أهلا وسهلا فيك، في كمان اتصال. ألو. ألو بونجور. بونجور مدام رباك. تفضل. أنا من قضاء زحلة. إيه أهلا وسهلا. أنا من قضاء زحلة. نعم. إيه عندي مشكلة بالضمان. نعم. ضمان كان عندي ضمان عادي. نعم. قبل ما أترك عملت ضمان اختياري. نعم. أوكي. الضمان الاختياري نحن كان عندنا دواء سرطان. نعم. كنا بالضمان العادي يعطونا الفاتورة بنفس النهار. صحيح. هلا بالضمان الاختياري ما عم يعطونا إياه إلا من أول 2018 مقدمين الفاتورة، وفي عنا فاتورة بال 2017. كل ما نروح بيقولوا لنا غيبوا جمعة جمعتين وطلعوا ومنروح. هو لأنه عم ينطروا السلفات حتى يدفعوا للضمان الاختياري، والأولوية عم بتكون للي عندهم أدوية مزمنة للأسف الشديد. هلا إن شاء الله معك حق. مدام نحن عنا دواء سرطان. ما هو ما هيدي يعني من هيك مش مفروض يأخروكم أبدا، يعني هذا السؤال عم بقوله إنه بينتروا سلفات وبيعطوا الأولوية للي عندهم أمراض مزمنة، يعني أدوية للسرطان أو لشي تاني مزمن يعني مثل السرطان. هلأ رح أرجع أشوف مع الإدارة ليه هالتدبير مع الاختياري، مع إنه أنتوا بتدفعوا كل 3 أشهر على الوقت، لأنه تأخير النهار بيلغولكم إياها بدون ما يخبروكم، يعني كمان هيدي منا شغلة منيحة. أهلا وسهلا فيك، تابعة مع إدارة الضمان ونشوف إذا بتنحل. بياخد اتصال تاني. ألو بونجور. بونجور ست ربكة، كيفك؟ أهلا. بدي عزبك، كنت عم تحكي مع مدير النافع بخصوص الرخص. مع رئيس، لا مدير النافع بوجه له تحية لست هدى سلوم، هو رئيس مصلحة التسجيل. تفضل دائرة. نعم. التسجيل، دائرة التسجيل. نحن النقل الخارجي ما جبت سيرتنا نهائيا، لانه النقل الخارجي يعني اللي فهمته انه بدهم ينزلوا لوحات هلا عموميه. طيب بس انه شهرين نحن قاعدين يمشونا. لقلك انا صراحه بوقتها سالت بهذا الموضوع، كان جواب، لقلك شو كان جواب رح ارجع عيده. الجواب كان انه لما اخذتوا النقل الخارجي كنتوا عارفين انه تشتغلوا نقل خارجي فقط لا يصلح للداخلي. هلا اللي صار، خليني اكمل لك شو جاوبوني، لان حكيت مدام هدى سلوم وهي جاوبتني على الهواء، بس يمكن ما سمعتوا الجواب قبل، رح ارجع عيده. هلا اللي عم بيصير انه وقفوا يعطوا الا للناس اللي رح تشتغل خارجي فقط، اما يلي ما عم يشتغلوا خارجي بده يشتغلوا عليها داخلي بدهم ينزلوا لوحات عموميه هلا بهالقرب حتى ياخذوا العمومه نمر عموميه ويقدروا يشتغلوا داخل. ما في الا هالطريقه، ناطرة تينزلوا يعني لازم بهالقرب. يعني أي سنة؟ 2020 2021؟ لا ما بتصور، لأنه أول شغلة لما تابعتها قالوا لي ما هني عارفين حالهم أنه بدهم يشتغلوا خارجي مش داخلي. أنتوا عارفين هيك. هني لما انقبضوا المصاري ما عرفوا أنه نحن بنشتغل بلدان، هو إذا عنده ولد في يبعثوا على سوريا حيالله وزير أو نائب في يبعثوا على سوريا بضلوا. أنا اللي عم بتقوله معك حق، أنا مش عم بقول لك ما معك، أنا اللي عم بقول لك جواب الإدارة كان هيدي للنقل الخارجي فقط. اوكي. انتم مفروض تشتغلوا خارجي مش داخلي. هلا عم بلاقوا لكم حل للداخلي هي النمر العموميه. اوكي؟ هيدا هذا الجواب اللي عندي اياه صراحه، انا بتمنى تشتغلوا داخلي وخارجي، وبعرف قديش اليوم هاللقمه يعني عزيزه وبدكم تشتغلوا بكرامتكم، وبعرف قد ايه حاطين مصاري كمان. بعرف قد ايه دفعتوا عليا هيدي الرخصه، منا رخصه ابدا سهله ولا قليلة، بس أنا جواب الإدارة كان هذا الجواب اللي عم بعطيك إياه هلا. باخد اتصال آخر. قبل ما أروح لصورة اليوم رح أقدر أطلع على بسكنتا أنا، لأنه مبارح ما في خبركم كم اتصال إنه بسكنتا ما عندها مي، يعني نحن عايشين بحضن التلج والمي
توصل 3 ساعات كل يومين أنجأ توصل على الخزان. وفي حركة بدها تصير ببسكنتا بموضوع انقطاع المي بهالشكل هيدا، حبيت احكي فيه اليوم لأنه بعرف بكرة عطلي يعني الإدارات مسكرة للتنين ترجع تنتظم أمور المي ببسكنتا، وإلا بده يصير في تحرك من الأهالي. صورة اليوم، انطلاق أول قطار ركاب كهربائي بأثيوبيا، مبروك للأثيوبيا، وعبال ما عنا يصير عنا قطار، لأنه عنا كم كيلومتر بعد خصوصا من جوني باتجاه الشمال فينا نستفيد منهم في حال كان في نية وخففنا شوية عجقة وشوية سير. معلش حلو يكون عدوى إيجابية. بعطيكم موعد التنين دايما عبر الـ MTV. إلى اللقاء.